الرواية الرابعة والتي تتضمن العراق ومصر، فهي الفاضحة التي تكشف يقينا حركة الزيف والتدليس المارق وحسب مراد السياسة وأهل السلطة وأصحاب الفكر التكفير المارق، فقد جعلوا الشرق غربا فذكروا مصر كما جعلوا الشرق شمالا أو شمالا شرقيا أقرب للشمال، وهذه اعتبرها الشيخ الألباني ضعيفة واستنكر ذكر مصر فيها، لكنه جعلها ضمن سياق الكلام بحيث تكون على الأقل مؤيدا وشاهدا لما يريده، إن لم يفهم المتلقي أنها دليل على ما يريد. قال: وتابعه أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك عن نافع به، إلا أنه قال العراق ومصر، أخرجه القطان في حديثه وأبو أمية في مسند ابن عمر وابن عساكر. قلت: أي الألباني، وهذا إسناد ضعيف، فذكر مصر في هذه الطرق منكر، وبالله التوفيق. يعني إذا أراد أن يسلم بالرواية ففقط يطرح عنوان مصر وينتهي الأمر. خطوة خامسة: على المسلمين حجر فكري عقلي شامل تام، فكل شيء حرام إلا ما يسمح به المارقة. أما للتكفيريين المارقة فكل شيء مباح حتى زهق الأرواح وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. وهنا نرى الشيخ الألباني أليف وباء وجيم ودال. أقول: وهنا نرى الشيخ الألباني أليف ترك مسلما والبخاري فذهب إلى غيرهما وزعم أنه صحيح على شرط الشيخين، بالرغم من أنهما لم يذكر الرواية ولا يوجد أي مقتضي لعدم ذكرها، بالرغم من أنهما لم يذكر الرواية ولا يوجد أي مقتضي لعدم ذكرها، إضافة إلى أنهما ذكر العديد من الروايات التي تخالفها وتعارضها، ومنها التي بنفس المعنى وفيها عنوان مجد وعنوان المشرق، والتي بمعاني أخر كالتي تتضمن مواقيت الإحرام وغيرها. ذكر روايات هنا وتحت هذا العنوان، وروايات هنا وتحت هذا العنوان، أو تتضمن هذا العنوان وتتضمن ذاك العنوان، ومع هذا لم يذكر هذه الرواية التي أتى بها الألباني. هذا أليف باء. لم يكتفي بذلك، بل أتى بخطوة أو خطوة بل خطوات وخطوات إضافية في التدليس، فأتى مثلا بعناوين تابعه موحيا للمتلقي تأكيد صحة الرواية وتقوية لها. هذا تدليس واضح لأنها ليست نفس الرواية وفيها لفظ يختلف عن اللفظ المقصود في الرواية، هناك فيها عنوان ولفظ مجد، وهذه فيها عنوان عراق وتلك فيها عنوان مشرق. جيم: خطوة تدليسية احترافية، رجع إلى البخاري، رجع إلى البخاري ومسلم، فقال ذكراه أيضا، وهما لم يذكراه ولم يذكرا ما في معناه، بل ذكر ما يخالفه ويعارضه. دال: تحريف إبداعي آخر، ففي سياق الكلام وكأن القضية مسلمة ولا خلاف فيها، ذكر ماذا قال؟ قال: ذكر نجدنا بدل عراقنا. وقال بين قوسين هذه العبارة، ماذا قال الألباني؟ قال: نجدنا بدل عراقنا، وهو نفس المعنى. سبحان الله، تدليس وكذب وجهل فوق التصور. نجد نفس العراق، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيأتي تفصيل أكثر عن المسألة، وأستبق البحث هنا بذكر شاهدين يدحض كل مدعياته. الشاهد الأول: البخاري الاستسقاء عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. الشاهد الثاني: الهيثمي المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي، باب في المواقيت،
أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة موقت أهل المدينة قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام. ما هو ميقات أهل الشام؟ إذن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام قال الجحفة ولأهل الشام الجحفة. إذن مدينة وشام. ويقول ولأهل اليمن وأهل التهامة يلملم ولأهل الطائف. التفت جيدا، التفت إلى أي مستوى من الجهل أو التدليس والتغرير والخداع والمكر والنفاق. يقول ولأهل الطائف، نص التفت، ولأهل الطائف وهي نجد، ولأهل الطائف وهي نجد. لاحظ هذه وهي نجد ترجع إلى الطائف، أي الطائف هي نجد. ما هو ميقات الطائف أو نجد؟ قال قرنا. ولأهل الطائف وهي نجد، ولأهل الطائف وهي نجد قرنا، أي الميقات هو قرن. يكمل ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل العراق ذات عرق. التفت جيدا، هذه الرواية ماذا يثبت عندنا منها وفيها؟ يثبت عندنا أن لاحظ وجود الشام، وجود المدينة، وجود اليمن، ووجود نجد وهي الطائف. نص بأن الطائف هي نجد، ومع هذا أيضا وجد العراق. إذن العراق غير نجد. من الذي رواها؟ التفت، المقصد العلي للهيثمي وأحمد بن حنبل أيضا أتى بهذه الرواية، وترجع إلى الرواة. إذن كل من روى هذه وأتى بهذه الرواية يعلم بأن نجدان غير العراق، وبأن نجدان هي الطائف. يا أيتها العقول المتحجرة، يا أهل النفاق، يا أهل الشقاق والنفاق. إذن الهيثمي المقصد العلي ماذا يقول؟ وأيضا مسند أحمد بن حنبل في المواقيت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن وأهل التهامة يلملم ولأهل الطائف وهي نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق.